إذاعة دمشق تقدم من الحياة. أبي انظر إلى هذه الورقة، وجدتها تحت مساحة السيارة. أريني. تحية وبعد. يؤسفني أن أتسبب في كسر الضوء الخلفي لسيارتك أثناء عودتي بسيارتي إلى الخلف. أترك رقم هاتفي كي تتكرم بالاتصال بي حيث أسدد ثمن ضوء جديد. قمة الأخلاق. هل رقم الهاتف موجود؟ نعم نعم. مرحبا سيد فوزي. أهلا أهلا أستاذ عماد. هل شاهدت من كسر ضوء سيارتي هذا؟ لا لم أشاهد أحدا، أنا آسف. كان من المفروض أن يلجأ إليك من فعل هذا، فالسيارة أمام محلك. لكن الفاعل لم يقصر، ترك رقم هاتفه مع كلمات اعتذار. ليت كل الناس، أو لأقل أغلبهم، مثل هذا الرجل. كنت يوما أضع سيارتي في الشارع الخلفي وأتركها من الصباح حيث مجيئي إلى هنا، وعندما عدت مساء وجدت أن أحدهم قد سبب لها أذى كبيرا ولم أهتدي إليه. الضوء مكسور بكامله، يحتاج إلى ضوء جديد. لا بأس لا بأس، نشتري ضوء جديد. ما العمل؟ أستاذ عماد، ألم تتصل بالفاعل وتطلب ثمنه؟ في الحقيقة لا أدري، ربما يعود الأمر إلى ثمن الضوء الجديد. إن كان المبلغ كبيراً لابد وأن أتصل بالفاعل. وإن كان صغيراً لا تتصل به. لا يا خالد، بل سأتصل به لأشكره على جميل صنعه. أنا واثق من أنه إنسان طيب راق. نحن بحاجة ماسة إلى أمثاله في مجتمعنا. بارك الله بك أستاذ عماد، هو فعلاً يستحق الشكر على ما فعله، ولو أنه فعل ما كان يتوجب عليه أن يفعل. سأهتف وأسأل. أهلا وسهلا أستاذ حمان، كيف أنت؟ بخير والحمد لله. نراك إلا عندما تشكو من شيء في سيارتك، ما القصة الآن؟ أولا أنا ربما مقصر، لكن أنت تعلم طبيعة عملي، لا تترك لي مجالا للمجاملات والزيارات. لا بأس أستاذ، نحن في الخدمة دوما. ضوء سيارتي الخلفي قد كسر وأنا بحاجة لضوء جديد. أهو الضوء اليميني أم اليساري؟ اليميني أو اليساري؟ هو الضوء الذي من ناحية السائق. تقصد الضوء الخلفي اليساري؟ هل انتظرتني لحظة؟ أخشى أنه غير متوفر. قطع السيارات باتت قليلة كما كانت. حسناً أنا بانتظارك. يخشى أن لا يجد لديه قطعة متوفرة. وإن وجد فسيكون سعرها مضاعفاً. لا يا سيد فوزي، هذا الرجل صديقي قبل أن يكون العامل في وكالة السيارة التي أقتنيها. يا أستاذ عماد، السعر الجليل يفرض عليه فرضاً. ألو، أهلاً أهلاً سيد جودة. هل مع الأسف لم أجد لدينا القطعة المطلوبة. والعمل؟ سأبحث لك عند تجار المفرق، ربما أجد طلبك. أكون شاكرا لك، وأرجو أن يتم ذلك بسرعة حتى لا أضطر لقيادة سيارتي بعين خلفية واعدة. هو بمخالفة من الشرطة. يضيف ابني خالد وبمخالفة من الشرطة. أستاذ عماد سأجيبك خلال ساعة، لا تقلق. شكرا لك سيد جودة، مع السلامة. سيجيبني خلال ساعة. هيا خالد، فلنقضي حوائجنا قبل أن يحل الظلام ونحتاج إلى ضوء سيارة ويتحفنا شرطي محترم بمخالفة. إذا كان محترما فيمكن تدبير الأمر. Thank you.
أهلاً، أهلاً سيد جودت. أنا آسف أستاذ عماد، علينا أن ننتظر يومين أو ثلاثة. وجدت طلبنا في حلب وسيرسلون القطعة المطلوبة بالبريد. ألم تجد في كل دمشق ضوءاً خلفياً للسيارة؟ لم أجد. لعلمك أستاذ عماد، هذه القطعة المطلوبة لا توجد إلا لدى بائعي قطع السيارات، وهؤلاء عددهم محدود في دمشق. ثم إنهم إذا احتاجوا قطعة ما لنوع سيارتك يلجؤون إلينا، لأننا الوكالة الخاصة بها. أنا شاكر لك سيد جودت. أستاذ عماد، حضرتك زبوننا وسيارتك من وكالتنا، لذا فخدمتك واجب علينا. سأتصل بك بمجرد وصول المطلوب. أمل ألا يتأخر وصوله، فأنا لن أجازف وأقود السيارة ليلاً بضوء خلفي واحد بدل اثنين. لا أحب المشاكل مع رجال الشرطة. ليت كل الناس مثلك. إلى اللقاء أستاذ عماد، مع السلامة. لا تقلق أبا خالد، الحمد لله أن المسألة لا تتعدى ضوء السيارة. سأضطر أن ألجأ إلى سيارة أجرة عندما أذهب إلى العمل ليلاً. ألن تهتف إلى ذاك الذي سبب الحادثة؟ لما يهتف له الآن ونحن لا نعلم ثمن القطعة المطلوبة؟ بل يجب أن أهتف له وأشكره وأعلمه بالتفاصيل كي يتوقع إخباره بعد تركيب الضوء الجديد ودفع ثمنه. يا حبيبي يا أبا خالد، إنسان ضرب سيارتك وسبب لك ضررا فيها، ومع ذلك تريد أن تتصل به وتشكره. تشكره على ماذا؟ يشكره على أنه ضرب سيارته وسبب ضررا فيها. الرجل كان كريما واعترف بذنبه وأبدى استعداده لدفع كافة الأضرار. ألا يستحق لقاء موقفه النبيل أن يسمع كلمة الشكر؟ في الحقيقة أنا معجبا به وبموقفه، وأريد أن أقابله وأتعرف إليه. ألو، نعم. عفواً، هذا الرقم وجدته ضمن ملاحظة وضعت على سيارتي. حضرتك صاحب السيارة التي آذيتها دون قصد؟ حضرتك صاحبة الملاحظة ورقم الهاتف؟ نعم يا سيدي، وأنا آسفة جدا لما حدث، وسعيدة لأن حضرتك لبيت طلبي وهتفت لي. سيدتي، أنا أهتف لحضرتك شاكرا لك حسن صنيعك، إذ كان يمكنك أن تترك الأمر دون الاعتراف بما فعلت. لا لا، أنا لا يمكن أن أفعل ذاك. أشعر أن في الدنيا أناسا طيبين، وشكرا لك يا سيدتي. أنا اسمي خلود، معلمة في المدارس الابتدائية، ومن واجبي أن أكون قدوة. أنا أفهم موقفك سيدي إذ وجدت الأمر غريبا، فمن المؤسف أننا نبتعد عن الأخلاق والسلوك الذي يمكن أن نعتبره عادياً لولا تدخلات السوء الذي أصابت مجتمعنا. أستاذة خلود، هتفت لك كي أشكرك على موقفك النبيل. وماذا عن تكاليف السيارة؟ في الحقيقة الضوء الخلفي المكسور بحاجة إلى تغيير، وحالياً لم نجد قطعة في سوق دمشق، ووعدونا بقطعة من سوق حلب ونحن بالانتظار. أستاذ، أنا لا أزال مصرة على دفع التكاليف ما دام الخطأ خطأي. اسمي عماد وأعمل محاميا. فرصة سعيدة أستاذ عماد، سأنتظر هاتفا آخر من حضرتك تذكر لي رقم التكاليف المالية التي سببها خطأي، ونتفق على طريقة دفع المبلغ. أستاذ خلود، موضوع دفعك لمبلغ ليس مهما بالنسبة لي، وقد عوضته لي بأن تعرفت عليك كعنوان للطيبين في هذا البلد. لا بأس، وشكرا لك، لكن أعدني أن تهتف لي بعد تصليح السيارة وتبديل الضوء. أفعل سيدتي، أفعل وبكل سرور. وأنا بالانتظار. إلى اللقاء أستاذ عماد. برعاية الله أستاذ خلود. من مكتبة الإذاعة السورية. السيدة هو الأستاذ. أهلا وسهلا، فلتتفضل. حاضر، تفضلي. مرحبا أستاذ عماد. أهلا وسهلا سيدة هدى. يا سعيد. نعم.
إدبارة السيدة هدى لو سمحت. حاضر. اسمها خلود وهي معلمة مدرسة ابتدائية. ثم ماذا؟ هل هي متزوجة؟ هل هي مطلقة؟ لم أسألها شيئاً ولم تقل لي شيئاً. كل ما عرفته أنها إنسانة خلوقة مؤدبة بنت ناس. كل هذه الصفات عرفتها ولم تعرف فيما إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة؟ ناديتها مرة بسيدة خلود فلم تعترض. هل تعتقد أنهن كلهن كتلك التي انبرت بانزعاج عندما ناديتها بسيدة وقالت لك أنسة؟ مع أن لقب سيدة تعني احتراما. ذاك لمن تفهم، ومعنى هذا أن المعلمة خلود تفهم، إذ لم تعلق لا سلبا ولا إيجابا. المعلمة خلود تلقت تربية عالية، لا شك أن والدها ووالدتها شخصان مثقفان. ما أراك إلا تزداد إعجاباً بها. وقبل أن أراها، ربما إذا قابلتها ورأيت جمالها سوف يزداد إعجابي. لا تنسى قبل أن تراها أن تصبغ شعرك، فالشعر الأسود الداكن يجعلك شاباً جميلاً. كما تشائين أم خالد، كما تشائين. والدي شاب جميل بشعر أسود أو بشعر أبيض أو حتى دون شعر. أبي، هل هتفت للرجل الذي ضرب السيارة؟ نعم يا خالد، هتفت للمرأة التي ضربت السيارة. أهي امرأة إذن؟ لذا تتحدثان عن الشعر الأسود وعن الشباب وعن الجمال. هذه أمك السيدة المحترمة التي تعرفها جيداً. وماذا تم؟ شكرتها ووعدتها أن أهتف لها بعد أن أدفع كل التكاليف، وهي سيدة راقية كما يبدو لي. أهلاً، أهلاً سيد جودت. أسعد الله صباحك أستاذ عماد. أهلاً. القطعة المطلوبة وصلت. سأرسل شاباً من عندي يأتي بسيارتك فنركب الضوء الجديد ويعيدها إليك. مع الفاتورة طبعاً، كي أقدمها للسيدة التي ضربت السيارة. مع الفاتورة طبعاً، أهي سيدة؟ نعم، معلمة مدرسة. أستاذ عماد، سأرسل لك فاتورتين، واحدة بالسعر العادي كي تقدمها للسيدة، وواحدة بالخصم الذي نقدمه لك كزبون أولا وكصديق ثانيا. لا 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 سيد جودت، سأتقاضى منها ما دفعته فقط، ولن أستغل الحادثة كي أربح. لا لا، ذاك غير وارد. كما تشاء، أردت فائدتك. شكرا لك سيد جودت، أنا بانتظار الشاب الذي سترسله كي يأخذ السيارة إليك. مع السلامة. أهلا وسهلا أستاذ عماد. كيف أنت أستاذة خلود؟ أنا معلمة ولم أصبح أستاذة بعد. في الحقيقة تلافيا لمناداتك بآنسة وتكونين سيدة، أو بسيدة وتكونين آنسة، أعذريني، أنا محام وذو اتصالات كثيرة بالناس، وأغلب الفتيات لا يروق لهن مناداتهن بسيدة، وأغلب السيدات لا يروق لهن مناداتهن بآنسة. أنت تظلمنا أستاذ عماد، أنا أرى أن أغلبهن ذوات عقل وثقافة ولا تقفن أمام أشياء صغيرة. أنا آسف يا سيدتي. أنا آنسة يا أستاذ عماد. لكنني أعلم أن لقب سيدة يعطي احتراما. إذن سيدة خلود، أقترح عليك أن نلتقي للتعارف فقط، أما التكاليف فتكاليف السيارة قد دفعتها وانتهى الأمر. أستاذ عماد، نحن على اتفاق،
التكاليف سأدفعها أنا لأنني السبب في الحادث وأنا مصرة على ذلك. هل آتيك إلى مكتبك مثلا؟ أنت تشرفين مكتبي، لكنني لا أريد إزعاجك. أنسة خلود، ألا تعيدين النظر وتنسين اتفاقنا حول التكاليف؟ أرجوك أستاذ عماد، لن أفعل. كما تشائين، سأكون سعيدا باستقبالك في مكتبي في الوقت الذي يناسبك، وسأرسل لك عنوان المكتب حالا. مع السلامة. إلى اللقاء أستاذ عماد. إلى اللقاء. من مكتبة الإذاعة السورية. مرحبا. أهلا وسهلا. أريد مقابلة الأستاذ عماد، هذه بطاقتي. لحظة لو سمحتي. تفضل. ما هذه؟ خلود عبد الرحيم. هذه أنسة خلود، فلتدخل. أهلا وسهلا أنسة خلود. أهلا بك. تفضلي. ماذا تشربين؟ شكرا لك أستاذ عماد، أعذرني فلا وقت لدي. حسنا، أنا في غاية الامتنان وفي غاية الخجل. تفضلي هذه. هذه تفاصيل الحساب. شكرا. وهذا هو المبلغ مع اعتذاري الشديد لما حصل. أنا سعيد جدا بوجود أمثالك في مجتمعنا. عندما قرأت اسمك على بطاقتك تذكرت اسما كبيرا وعزيزا علي، الأستاذ محي الدين عبد الرحيم. هل هناك قرابة معه؟ يا للمصادفات الجميلة، هو والدي يا أستاذ عماد. الأستاذ الكبير محي الدين عبد الرحيم هو والدك؟ لا عجب إذن أن يكون سلوكك مثاليا. أنسة خلود، ما أخباره؟ هو بخير والحمد لله. أنت تعلم في سنه لابد من بعض المشاكل الصحية. أنسة خلود، والدك الكريم هو أستاذي وقدوتي وله علي أفضال كثيرة. كم أتمنى أن أتشرف برؤيته. لما لا؟ تشرفنا بزيارة في البيت، فهو لا يخرج كثيرا. متى يمكن زيارتكم؟ هل سألتيه واتفقت معه على وقت يناسبه ولا يزعجه؟ سأفعل بكل سرور. شكرا. أستاذي وسيدي، أستاذي العظيم، هل تذكرني؟ أنا لا أنسى من طلابي الكثر، أولئك المجتهدين وأولئك الكسالى. لا شك أن الأستاذ عماد كان من المجتهدين. في الحقيقة أنا لم أذكرك، لكن خلود أخبرتني عنك وزودتني بالمعلومات اللازمة. مرحبا بك يا أستاذ عماد. مرحبا بك يا سيدي، أنا سعيد جدا بلقائك وأحمد الله أن صحتك جيدة، ولا شك أن عطاءك مستمر. الحمد لله. ماذا عنك وماذا عن أخبار المحاماة؟ هي لا تسر كثيرا هذه الأيام. نسيت أن أقدم لك ابني خالد. أصر أن يصحبني في هذه الزيارة بعد الاستئذان من الآنسة خلود، متحمسا للقائها وللقاء حضرتك. أهلا بك يا سيد خالد. شكرا. ابني خالد طبيب أسنان. لا شك أننا سنكون بحاجة لك يا دكتور خالد. وأنا جاهز دائما ومستعد لخدمة الطيبين. أقصد الطيبات والطيبين. أهلا ماما، أقدم لكما أمي. شرف كبير يا سيدتي. مرحبا بكما. أهلا. القهوة جاهزة يا خلود، هل أتيت بها؟ حاضر. لا نريد إزعاجكم. مرحبا بكما، نحن في الحقيقة نفتقد الزائرين الكرام ونرحب بمن يتكرم ويزورنا. أستاذي وسيدي، لقائي بحضرتك وزيارتي للعائلة الكريمة شرف كبير أعتز به. أهلا وسهلا بكما. أنا
أنا في الحقيقة محرج وغير راض. الآنسة خلود أصرت على دفع تكاليف السيارة، لكن الآن وبعد أن عرفت أن الآنسة خلود هي ابنة أستاذي الأستاذ محي الدين، لن أقبل إلا بإعادة المبلغ. لكنني أنا لا أوافق، سيبقى الأمر على ما هو عليه. القهوة. تفضل أستاذ عماد. تفضل دكتور خالد. شكرا آنسة خلود. شكرا آنسة خلود. هل تسمح لي يا أستاذي أن أحتفظ بصورتك؟ خالد سيصورنا بالمحمول وترسل نسخة لي. هل تفعل دكتور خالد؟ بكل سرور آنسة خلود. وإن لم ترسلها أغزو عيادتك وأحصل عليها. إذن لن أرسلها، سأكون سعيدا بغزوتك. أهلا دكتور خالد، أنا في الصف، سأهتف لك بعد انتهاء الدرس. حسنا. الآنسة خلود، كم أنا سعيد بك. أدام الله سعادتك، لكن لم أفهم كيف أنت سعيد بي؟ سعيد بوجودك في هذا العالم، سعيد بلقاء بك، وطبعا بالسيد الوالد والسيدة الوالدة. هكذا أنقذت الموقف. اسمع، أنا بانتظار صورك التي صورتها بمحمولك ووعدت بإرسالها إلي. وحضرتك وعدت بغزوي إذا لم أرسلها. أنا هتفت لك لأعلمك أنني لن أرسلها. لماذا؟ لم أفهم. بل تفهمين. تريدني أن أغزو عيادتك؟ أكون في غاية السعادة. ذاك كرم منك أن تستقبلني في عيادتك. بل سيكون كرما منك أن تزوريني. متى أنتظر قدومك؟ المشكلة لدي مدرسة. تأتين أي يوم مساء؟ إذ لا مدرسة آنذاك. تأتين يوم الجمعة وأفتح العيادة من أجلك. دكتور خالد، بدأت تتكلم كلاما كبيرا لا أفهمه. لكنه كلام مفهوم. أنا لا أفهمه. ما رأيك أن تمر بمدرستي وتعطيني الصور؟ هذا إذا كنت تصر على عدم إرسالها عبر الشبكة الفضائية. آنسة خلود، أنا آسف إذا كنت لم أعرف التعبير الجيد، اعذريني، هذه أول مرة في حياتي. ما هي هذه الأول مرة؟ ماذا؟ لا شيء، لا شيء، أنا آسف، جاءني زبون، مع السلامة. ماذا فعلت؟ قد لا تأتي، بل ستأتي. دكتور خالد، الآنسة خلود في الخارج تريد. وتقولين ألا زبائن عندنا اليوم؟ هذه أكبر وأهم وأعز زبونة. يبدو أن الدكتور خالد قد وقع. آنسة خلود، أهلا وسهلا ومرحبا. ما أردت أن تنتهي علاقتنا بسرعة هكذا. علاقتنا لن تنتهي. رغم أنها لم تبدأ بعد. تفضلي تفضلي، هنا هنا هنا. على كرسي الاعتراف هذا؟ لا لا، أنا لا أشكو من أسناني. اعذريني، لابد لكل من يدخل هذه العيادة أن يجلس عليه. ولكن تفضلي تفضلي. سعاد، ماذا تريدين؟ أساعدك كالعادة. الآنسة خلود لا تشكو من أسنانها، وأنا لا حاجة لي بك. حسنا حسنا، سأخرج. وأغلق الباب وراءك. هل أقدم للآنسة قهوة أم شرابا؟ لا 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 شيء، شكرا. حسنا، نشرب القهوة في مكان آخر، ما تقولين؟ دكتور خالد،
ألا تعتقد أنك متسرع تتصرف دون تفكير؟ التفكير أعياني خلود، نداء قلبي أهم من أي تفكير. أنا دكتور خالد، أنا أكبرك بسنوات. ذاك موضوع غير مهم بالنسبة لي. هناك أهل، هناك مجتمع، ثم أنا لا أفضل هذا الاندفاع الذي تبديه. أنت لا تعرف شيئا عني. أنا أعرف كل شيء عنك. سلوك الإنسان يعطي دقائق ميزاته، مواقف الإنسان تعطي حقيقة إنسانيته. من مكتبة الإذاعة السورية. خلود، لا تواصلي هذا لا أقول هذا التمنع. هو ليس تمنعا، هو نداء العقل والقلب. لا نستطيع دائما أن نتبع دقات القلب ونداءاته. خلود، لن أتراجع، لن أتنازل. أنت لم ترفضيني، أنت ذكرتي فارق السن فقط. ألا تجد ذاك أمرا هاما؟ مطلقا، نحن أبناء جيل واحد، قلبان التقيا وسيفرضان الصورة التي تناسبهما. أراك تتحدث باسمي أيضا. أتحدث بلسانك، هل تنكرين؟ أنت تكبرينه بأربع سنوات؟ لا لا، هذا لا يجوز. لو لم يذكر لي تاريخ ميلاده لما عرفت، ولما عرفت أنت أنه يكبرني بأربع سنوات. لكننا عرفنا، والمجتمع كله سيعرف. وليعرف، المهم قناعتنا أنا وهو. ما تقول أبي؟ أقول إنك بالغة راشدة عاقلة مثقفة، ويمكنك أن تقرري أمرا يخصك. سامحك الله يا أبا شادي. أم شادي، دعي خلود تتخذ قرارها بنفسها. أنا مع خلود في أي قرار تتخذه. ما شاء الله، بقيت في الحلبة وحدي. أمي حبيبتي، ليس هناك حلبة، كل ما في الأمر أنها فكرة، مجرد فكرة، لم يحدث شيء جدي. بالمناسبة أنا لم أتعرف إلى ذاك دكتور الأسنان، ضرس العقل يؤلمني، سأذهب إليه غدا كي يخلعه لي. وتبقى بلا عقل. آنسة خلود، الأستاذ المدير يطلبك. حاضر. ها أنا قد جئت إليك بنفسي. أهلا حضرة المدير. ما أخبارك يا خلود؟ هل فكرت بالعرض الذي عرضته عليك؟ أنا في عجلة. اشترك في حلقة اليوم وحسب سماع الأصوات: عادل أبو حسون، رضوان عقيلي، بسام لطفي، محمد مصطفى، دينا خان كان، ريم عبد العزيز، فاضل وفائي، قمر مرتضى، إسكندر عزيز، نادية بدران، علا سعيد، محمد فلفلي، نبيل جعفر، جمال نصار. المخرج المنفذ حسن حناوي. من الحياة، تأليف وإخراج فاروق حيدر.